أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم محمد علاء من قناتي سمارت ستور. تعال أقول لك، عايز تعمل إضاءة احترافية بأقل التكاليف؟ تعال وأنا أقول لك إزاي. عندك لمبات شغالة قديمة كان بها، ما عندكش وعايز تشتري، اشتري أي نوع لمبات أنت عايزه، أهم شيء تكون اللمبات لونها أبيض، وهتحتاج العدد الموجودة في كل بيت، بنسر، قصافة، مفك، شكرتون، ولوح الفل ده لو انت في قطر فلوح الفل دوت بيتباع في الصناعية، ولو انت في مصر في اي محل من اللي بيبيعوا اسماك الزينة قول له عايز لوح فلين من اللي بتحطه تحت حواض السمك. وطريقة التركيب، بتجيب اللمبة وتعلم مكانها على لوح الفلين وبأي سكينة عندك وتبدأ في التقطيع. بعد ما تقطع بالسكينة تعمل ايدك بالقبضة الحديدية او قبضة الهلال وتقوم خبطها كده بمعلمة، تقوم كسر لوح الفلين وبكده تبقى انت بوظت لوح الفلين. الله ينور عليك. وتمشي على الريتم ده كل اللمبات اللي عندك، تعلم لها وتقطع لها في قلب لوح الفلين على مقاسها بالظبط، وبعد ما تخلص حط لمباتك في لوح الفلين، وعشان تثبتها هتعوز معاك مسدس سيليكون، حط سيليكون كتير ما تستخسرش، انت ابن حلال وتستاهل اضاءة كويسة. ولو عندك لمبات من العادية اللي هي المسمار او الالواز برضو ركب منها. وبعد كده نيجي على اخر خطوة وهي توصيل اللمبات، ومتهيألي توصيل اللمبات دي مش محتاج كهربائي ولا حاجة، الموضوع سهل وبسيط وكلنا بنعرف نعمله. وكده نبقى احنا خلصنا. سمي بقى قبل ما تحط الفيشة علشان ما تتكهربش، وكده تبقى انت عملت اضاءة احترافية بقرشين ساغ. واهم شيء بعد ما تخلص نظف مكان، لان الفلين بيبهدل الدنيا. الاضاءة حلوة وشغالة، وهوريك دلوقتي وانا بجربها في الاستوديو تبقى عاملة ازاي، وصور فيديوهات يوتيوب براحتك يا نجم. ودي إضاءة الاستوديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعاية وحفظ الله.